السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد فقاس اللي هو بلدي، طريقة بلدية، فقاس ديال اللي كانوا كيديروا الناس ديال زمان، يعني ماشي بريستيج ولا فقاس عادي، بلدي بطريقة بلدية، وحتى التحبيلة ديالو بلدية. هاد الفقاس أنا غادي نحتاج ليه عندي هنايا شويه ديال النفع عصاين، هذا مطحونش. عندي هنا شويه ديال اللوز، عندي هنا 150 غرام ديال اللوز، انا طحنتها ما خليتهاش، ماشي درتها في فرشه ولا طحنتها شويه، بقات شويه بحال هكا، ماشي بودره ولكن شويه فيها حرشه شويه، ولكن في نفس الوقت مطحونه. عندي هنا شويه الزنجلان خليته بلا طحين، شويه ماشي بزاف. عندي هنا واحد الكيس فانيلا، وعندي جوج خميرات، وعندي هنايا الزنجلان، هنا عندي 250 غرام ديال الزنجلان طحنتها مزيان، ما بقاش كيبان الزنجلان صايل ياك. عندي هنا 7 البيضات، وعندي كاس ديال الحليب، وعندي جوج كيسان ديال السنيده، وعندي جوج ديال الزيت، وبالطبع عندي الطحين على حساب داكشي اللي غناخذ، داكشي اللي بغيت اللي غادي يدخل ليا هاد الخليط اللي غندير صافي. من بعد ان شاء الله ما قلت هاد المقادير، غادي ندوز باش نديرو باش نعجنو. ساهل، بغيت يتعجن بغيت يوجد طريقة زوينة. بسم الله على بركة الله. غادي نفقص البيض هو الاول، صافي. من بعد ما فقصت هاد 7 البيضات غادي نضربهم شوية بيدي. دابا غادي ندير سكر سنيدة، جوج كيسان، ماشي زوج كيسان كاين، باش جوج كيسان صغار هادو. وغادي ندير الزيت، جوج كيسان ديال العلبة، وغادي نزيد عليهم هذاك الزنجلان 250 غرام طحونه، وغنزيد هذاك اللي بقى خليته صايم غير على شويه ماشي بزاف. وغنزيد هذاك اللوز، النافع ما غاديش نديرو كله، لا يعني انا بغيتو فقاس بلدي، هادشي علاش درت النافع. ماشي الناس مابقاوش كيديروا النافع بزاف، ولكن انا درتو على طريقه بلديه، خصني شويه النافع يكون المذاق ديالو كاين في التقرميشه ديال الفقاس. غادي ندير هادوك جوج اكياس ديال الخميره، انا ما غنديرهمش مع الطحين، كنديرو مع في هذا الخليط باش كنحسن كيتخلطوا مزيان. دابا غادي نزيد داك كاس ديال الحليب، هذا كاس ديال العنبه عامر عبرته قبل ما ندير هنا. هذا الحليب حتى هو كيخليه كيجي بنين اكثر، كيجي شاد راسو شويه، ما ملي كتكون تقطع فيه ما تيتفرتش نهائيا، واخا كتقطعو سخون. غادي ندوز دابا ان شاء الله بسم الله باش ندير الطحين. عيني الطحين من بعد ما غربلتو، ولكن انا ما معبرش، خديتو بلا عبار، نسيتو. غنشوف شحال غدخل ليا هاد الخليط هذا، صافي. هذا هو القوام ديالها اللي بغيت، هو هذا صافي. ان شاء الله من بعد ما عجنتو غادي نجمع هاد الشيء اللي خدمت به، وان شاء الله غادي نتلاقاكم. من بعد ما جمعت البلاصه اللي خدمت فيها صافي، جمعته بحال هكا. دابا غادي نقسمو باش نحربلو. بهذا الشكل هذا المكعبات، انا هاد الرخامه مستعمله فيها لا طحين ولا زيت، كيتلصقش مع داك كاس الحليب، كيخليه شاد راسو.
ندير ان شاء الله. صافي هادو هما الكوميرات كوميرات كما نقولو الباريزيانات كوميرات ما نعرف المهم نسميوهم كيف ما بغينا. صافي هذا هو الشكل اللي درت ليهم. غادي ندخلهم انا الفران ديال الغاز الفران العادي ما غاديش ندير الفران ديال الضو حيت غادي تكون النار مهيله بزاف باش يطيب على خاطرو. ومن بعد ان شاء الله اللي يطيب غادي نخرجو باش نقطعو ونتلاقاكم. انا من بعد ما خرجته من الفران خليته حتى طاب على خاطرو طاب نص طيبه كيف ما كنطيبو كلشي. فزكت هاد السيف هذا باش حيت انا غنقطعو سخون ما غاديش نخليه واحد الوقت طويل عاد نقطعو. فزكت هاد السيف وخليته عليه واحد شويه ماشي بزاف. دابا غادي ندوز باش نقطعو ان شاء الله. بسم الله انا خديت هاد المصماطي هاد الموس رقاق هما اللي تقطع بهم انا الفقاص رقاق دغيا تيقطعو ليا الموس كبير كيفرشتو ليا بعض المرات. بسم الله طاب نص طيبه معروف. بسم الله نحيد هذا الراس طريقه كيفاش كنقطعو طريقه سهله ما واعرش ما كنجيش ونزل عليه كنقطعو بحال اللي كندفعو باش ما كيتفرتش. هذا هو الشكل باش غادي نقطع الفقاص على هاد الطريقه هادي الطريقه البلديه يعني الطريقه القديمه ديال الفقاص. هادي هي الطريقه باش نقطعو ان شاء الله. غادي نقطعو كله ومن بعد ان شاء الله ملي غادي نقطعو غادي ندخلو الفران على نار مهيله حتى يولي اللون ديالو غير الذهب وديك الساعه ان شاء الله غادي نتلاقاو في نهايه ديال الفيديو. من بعد ما خرجت الفقاص من الفران جا على هذا الشكل. هذا هو الفقاص كيعطي واحد هاد المقادير اللي تندير كتعطي واحد الكميه تبارك الله كثيره يعني انا استفدت في هاد البلاطوات جوج ديال تبارك الله جاوا عامرين ومازال بقى لي شويه ما بدونيش البلاطوات. كنتمنىكم تجربوا هاد المقادير هادو كيجي بنين. هاد الفقاص اللي كنطحن ليه الزنجلان وكنطحن اللوز مزيان تيجي ملي كتاكليه كيجي بنين تبارك الله كيجي بنين داك المذاق تيكون زوين. جا على هاد الشكل هذا خليته في الفران نقص عليه البوطه مهيله حتى الذهب مزيان ومقرمش في نفس الوقت كتحس فيه مقرمش كيفاش. وهاد الشكل هذا جا. الى عجبكم انا كنقدم لكم بالصحه والراحه. الى عجبكم جربوه وردوا عليا اخبار بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاحباب وفعلوا الجرس وما تبخلوش عليا بلي لايك. والى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.